تم الإخماد يعني هذا الحريق بشكل كامل، ورجال الإطفاء قائمين بعملية التفتيش للتأكد أيضا حتى من الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث. بلا شك مراقبة تحقيق حول الحريق جمعت العينات، وفي هناك طبعا الآن أخذ أقوال الشهود لطبعا تحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق. في هناك إصابات، في إصابة من طبعا أحد العاملين في المصنع تم نقله طبعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وفي هناك أيضا ثلاث إصابات في صفوف رجال الإطفاء، واحدة منهم تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.